الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا ظلم ما فيش انت ارض الاحسان الكريم على بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما بدانا عن نفس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. السلام عليكم اعزائنا المشاهدين المعلمين يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل معكم غدا بسيط وسهل جدا وابسط من البساطه. إيه عندنا بصل، ثلاث بصلات زي ما انتم شايفين، ثلاث وطيات وكم قرن فلفل على خيارتين زي ما انتم شايفين كده. عندنا خمس بيضات طبعا انتوا عارفين الكشك بتاعنا الصيد اللي انا عملته معاكم. احنا النهارده ان شاء الله هنعمل كتير سمنه بلدي سهل يعني بسيط وحلو بالجير بيبقى جميل جدا. دي مهنتنا احنا في الكشك، نعمله بالجير وبنعمله بالمطبوخ بنعمله ساعات بالصلصه يعني. بنعمله يعني كذا طريقة كذا أكل يعني. فالنهاردة إن شاء الله هنعمل غدا كده بسيط وسهل، مش برضه والبيض زي ما انتوا شايفين أهو. وربنا يديم علينا نعمة خاصة من الزوال يا رب. ربنا يسر لنا الأمور ويسر لكم الأمور ويسر حالنا وحالكم جميعا. أنا ما أول ما بحط له المية بص بيبتدي يلين أهو. أنا زود له المية وأسيبه بتاع مفيش يعني بتاع تاني زي كده وأصفيه من المية عشان طبعا ده ما بنحطوش ملح لان مفيش ملح عشان تبقوا عارفين يعني. حطيته جربوه مستوى ازاي بصوا مفلفل كده حطيته جربوه ما تحطوش ملح. هو انا لو طبخته برضه ما تحطوش ملح لان هو ملح اللبن بيبقى اللبن الرايق او اللبن الحمر بيبقى فيه معجون بالملح. غدا بسيط وسهل يعني مش مكلف كتير. ربنا على سلامتكم.